السلام عليكم. سنتعلم اليوم الفرق بين أقراص التخزين الـ HDD والـ SSD. فأكبر نصيحة هي استعمال SSD. فنلاحظ هنا الـ HDD فهو يعتبر بحجمه الكبير وثقل في نقل سرعته البيانات، حيث يعتمد على الأقراص هنا والإبرة لنقل وكتابة البيانات، وهو يعتمد على العمل الميكانيكي، يعني نقل البيانات وحفظها تعتمد على تحرك الإبرة والأقراص. وفي حال سقوطه على الأرض فهذه الأقراص والإبرة فهي معرضة للتلف. نلاحظ هنا عينة أخرى من HDD شركة سيجيت باراكودا، فهي على 2 تيرابايت، وبالنسبة لمواصفات السعر فهي رخيص، فهو رخيص، ولكن بالنسبة لنقل سرعة البيانات 250 ميجا بايت في الثانية فهذه تعتبر سرعة بطيئة بالنسبة للـ SSD. كما أن مع مرور الوقت الـ HDD يفقد سرعة نقل البيانات ويمكن أن يتسبب لك في بطء الكمبيوتر. ونلاحظ هنا الـ SSD Solid State Drive، فهو ننصح به لسرعة تحميله ونقل البيانات، وكذلك يساهم في سرعة الكمبيوتر، وذلك لاعتماده على شرائح إلكترونية هنا بدل الأقراص والإبرة في تخزين ونقل البيانات. وكذلك فهو حتى إذا سقط على الأرض فلا يخرب مثل الـ HDD. وكذلك من ناحية الحجم الـ SSD أفضل من الـ HDD، ولذلك ننصح بالـ SSD. والسلام عليكم.